جاهزين؟ جاهزين. السؤال الثالث، من أنشد لبيرم التونسي أغنية سهل 1500 جنيه، متوسط 7500 جنيه، صعب 15000 جنيه؟ أستاذ بيرم التونسي. هايل، أنتوا الاثنين سهل؟ ليه ليه؟ ما أنت كنت في الوسط. يعني تجربي السهل. حابة أبقى بعيد عن الريسك يعني. أوكي أوكي. السؤال ب 1500 جنيه وبيقول من أنشد لبيرم التونسي أغنية الحب كده؟ كلثوم طبعا طبعا طبعا. كوكب الشرق، أم كلثوم. جواب نهائي. فكروا. لا إزاي أنا أفكر؟ مش معقول. جواب نهائي أم كلثوم. شور شور أكيد يعني. جواب نهائي أم كلثوم، إجابة صحيحة أيضا. وكسبوا معانا 1500 جنيه والرصيد 9000 جنيه. عيب علينا مصريين ما نعرفش ده. لا أكيد. أكيد أكيد طبعا أكيد. والحب كده. بعد ثلاث أسئلة والانتصارات العظيمة دي حاسين بإيه؟ ناويين تكملوا؟ طبعا أكيد. الثقة بتزيد بينكم؟ أكيد. هاي السؤال الرابع، عام 1978 تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، فما اسم سهل 2000 جنيه، وسط 10000 جنيه، صعب 20000 جنيه؟ أخبارك إيه بالمعلومات التاريخية؟ اختاروا الأول. ما تتكلموش مع بعض، لا اختاروا مستوى السؤال وبعد كده تشاوروا. أوكي. أستاذ عمار اختار سهل وحضرتك اخترتي الوسط، رجعنا للوسط تاني. احنا دايما ماشيين كده باين علينا. أنتوا أخباركم إيه في السياسة؟ يعني نص نص. نص، بس أنا عايز أعرف ليه حضرتك دايما بتختار سهل؟ عشان الوقت دي بداية، وبعد كده بصيت على كذا حاجة قبل كده يعني. بحسس إن دلوقتي لو دخلنا السهل الأول واحد متمكن اكتر كده. على فكره بمناسبه السهل والصعب، عمار بيه عمل حاجه صعبه في التاريخ ما حدش عملها قبله، ساق بعربيته من الدنمارك الى جنوب افريقيا. ده حصل فعلا. شكرا. السؤال ب 10000 جنيه بيقول عام 1978 تم التوقيع على اتفاقيه كامب ديفيد، فما اسم الرئيس الأمريكي الذي رعى هذه المعاهدة؟ هو كان كارتر. جيمي كارتر. السادات وجيمي كارتر. جيمي كارتر هو كان رعى وقتها، وفي أحد الصور على ما أعتقد كان هو واقف. عايزكم تركزوا. أحد الصور كان واقف هو، وكان في أعتقد كان في مناحم بيجن. تمام. وعمار أبو عمار. أوكي. اعتقد كده، اعتقد جيمي كارتر. جيمي كارتر. انا كمان جيمي كارتر. انتوا الاثنين جيمي كارتر. جواب نهائي. اجابه اخيره؟ ايوه. مفيش كلام فيها؟ لا. قولوا لنا طب جوابكم النهائي ايه؟ جيمي كارتر. جيمي كارتر. جيمي كارتر اجابه صحيحه. وكسبتوا معانا 10000 جنيه. عارفين وصلتوا لكام؟ 19000 جنيه. تمام. هايل. نحافظ عليهم. جدا، يا ريت. انا اتمنى. انا بنبسط. السؤال الخامس، بالجرام كم يبلغ وزن سهل 2500 جنيه، متوسط 12500 جنيه، صعب 25000 جنيه؟ هايل. الاثنين متوسط. تمام. حلو قوي، قربت اهو شويه. شويه اهو كده، ما دام جينا ارقام كده فممكن واحد يتعامل معاهم شويه. جميل. كويس. سؤالنا ب 12500 جنيه، بالجرام كم يبلغ وزن أنصة الذهب؟ أنصة من الذهب. يعني ايه أنصة أصلا؟ الأنصة عبارة عن معيار معين من الوزن. أقل من السبيكة. أونس يعني، لكن أنا بحاول أفتكر بالأونس كم جرام. هل هو 14 جرام أو هو أكثر من كده؟ أنا مش فاكر بصراحة. خليني أفتكر شوية. أنا معرفش للأسف. حاول تفتكر أرجوك. 1 أونس أوف جولد يكون إيه بالظبط؟ ذهب حجمها قد إيه؟
يعني المفروض يبقى حاجه صغيره على انستغرام. المفروض الستات في الدهب معلوماتهم اكتر. يعني اللفظ غريب عليا، اونصه من الذهب دي ما اعرفهاش. هي حاجه قليله بس كم جرام مش فاكر، يا اما 14 يا اما 21 مش فاكر بصراحه. احنا بنعمل ايه؟ لا مش عيار، جرام وزنها كم جرام؟ كم جرام؟ مش عيار برضه. بتهيألي مش فاكر، انا ما عنديش معلومه خالص. هسيب لك انت تاخد القطعه. سبع ثواني. سبع ثواني. خمس ثواني. انا هقول رقم غريب شويه، هقول 250 جرام. ما عنديش حاجه ثانيه. انا واثقه فيه. 250 جرام. ايه رايك؟ انا واثقه فيه لاني انا كمان مش عندي المعلومه خالص. من حقك طبعا تثق فيه. 250 جرام. اجابه خاطئه.